مرحبا، أنا غيدة مرزوق. ينعاد عليكم يا رب هالشهر الفضيل. مثل ما هيك تعودت هلا هالفترة، عم دايما عم بحب طلع عليكم واتحدث أنا وياكم، لأنه عن جد اشتقت اتحدث أنا وياكم، وخاصة وأنه يمكن في شغلة أوقات بحكيها وبقول أنه أنا مثلي مثل حيالله شخص تاني. ما في شيء الوحيد يمكن بيميزني عن أشخاص آخرين أنه أنا عندي تجربة طويلة بعالم الإعلام، وأنا بطبيعتي كنت عمري شخص بيحكي كتير وبيحب الناس وبيحب يحكي مع الناس. بقى هذا الشيء يمكن بس بخليني أقول أشياء يمكن أنتم أوقات بتفكروا فيها. بس أنا بدي أقول شغلة كتير مهمة، أنه عن جد يمكن أنا من الأشخاص، يعني مثل ما هيك صرتوا بتعرفوا نوعا ما، ما بحياتي كان بيخطر لي اترك لبنان. انا موجوده هلا بكندا وغمض عين فتح عين، صار لي تقريبا 9 اشهر بكندا، يعني مثل الولد الصغير، يعني الجنين اللي قاعد ببطن امه كان صار له 9 اشهر وعم يطلع هلا على الدنيا. بدي اقول بس انه انا الشخص اللي تعلقت كل عمري بلبنان وبعدني لغايه اليوم بعشقه وبشتاق له وبعده قلبي فيه وعائلتي فيه. بدي اقول بس عن جد انه في شغله كثير مهمه، ما بحياتي واحد خطر له انه يمكن يكون انه ببلد اخر مختلف عن البلد اللي هو فيه ويعيش بحياه مختلفه كليا. يعني ما فينا نقول انه في شيء بيشبه لبنان وكندا، ما في شيء بيشبههم بخليهم يشبهوا بعضهم ولا بشيء ابدا. يمكن شوي بطرقاتهم، يمكن شوي في شوي جوار بتشبه لبنان وكندا، هيدا الشيء الوحيد. بس اني عندهم عذرهم لانه عندهم طقس، لما بيكون في ثلج كتير كتير هيدا الشيء اكيد بيخرب الطرقات. عنا بلبنان ما في، عنا متعهدين هن الفاسدين اللي ضربوا الطرقات وما فيها البنى التحتيه المضبوطه. هيدا الشيء الوحيد المشترك، بس كل شيء تاني مختلف كليا. انا بدي اقول مع كل حبي للبنان، هو لبنان بلد ساحر، بس اللي حاكمينه كتير كتير عاطلين. وانا بدي اقول ايضا انه للاسف الشديد شعبه كمان انتزع، شعبه لانه ما تحاكم لا الصغير ولا الكبير. من الصغير اللي بيكب، اللي من اول شخص اللي بيكب ما بيكب ورقه زباله بالطريق وما ما بيتقاصص، لاكبر شخص واكبر حاكم بيعمل سرقه وبيعمل فساد وبيعمل ضروبه بالناس وبيسرق العالم وبيسرق البلد اللي هو فيه وما بيتحاكم. هدول نفس الاشخاص، اذا واحد ما تحاكم هون وما تحاكم هون نفس الشيء. ولا سبب دلت ماشي هالقصه لغايه ما انفجر الشعب اللبناني السنه الماضيه وصارت الثوره، وكانت طبيعي متوقعه جدا. انا بدي اقول انه انا جيت على كندا، بلاد فعلا متحضره ومحترمه وبتحترم كل الناس وبترحب بكل الناس. يعني هذا الشيء الحلو انه هالبلد هالقد جامع كل الجنسيات وكلهم عايشين بتناسق رهيب الشكل، يعني في هارموني كبير بيناتهم، لانه عن جد في حاكم كبير فوقهم عم يحكون بشكل كتير طريق، بشكل كتير عادل، بشكل كتير فهمان وواعي وايجابي. يعني فعلا في واحد يقول انه جيستان ترودو عن جد هالشخص الحاكم هالبلد، انه مثلا كيف بوجه تحيات ورسائل، يعني حتى مع بدايه شهر رمضان المبارك طلع عامل رساله وتحيه لكل المسلمين وعيدهم لكل اللي ساكنين الاسلام عنده، هن جاليات كثيره ببلده الكندا، وايضا حيا الناس كلها بشهر رمضان المبارك. هذا الشيء بنشوفه بطريقته كيف بيقدر يعطي هالمحبه كلها من عنده لهالاشخاص اللي عايشين بهالبلد، ويحسسهم فعلا انه هن مرحب فيهم، وهالاشخاص هن فعلا عم بيحترم لهم عاداتهم وثقافتهم وايضا ديانتهم اللي هي فعلا بتتميز كثير بخلال شهر رمضان المبارك. وبنعرف انه مش سهل واحد يقدر يتاقلم بشهر رمضان مبارك خارج بلد عربي او بلد فيه هالثقافه الكامله انه يكون في شهر رمضان موجود عند الكل. على كل احوال السنه يمكن رمضان مثل ما عم نحس كلنا مختلف، انما يمكن في واحد يعمل شويه افطار مع اشخاص ثانيين كمان بحبهم. وبدي اقول انه انا كمان هيك تعلمت من شخص صديق هيك شوي كمان حكيني عن قصه، كانت فيبل هيك نوعا ما او قصه خرافيه كانوا يقولوها، او مش خرافيه بس هي قصه قديمه هيك شوي امريكيه بسموها البويلينج فروغ سيندروم افكت. وهذا الشيء يمكن بيقولوه عن لبنان صاروا، لانه بيقولوا انه اذا بتجيب الضفدعه وبتحطوها بمي عم تغلي دغري دغري بتنط، بس اذا بتحطوها بمي هيك مش كتير سخنة، يعني نوعا ما دافية، وبصير بتغلي شوي 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 بتضل فيها لغاية ما تموت. فهذا الشيء نوعا ما صرنا نقوله بالآخر إنه الشعب اللبناني هالقد تمسح، أو مثل ما ركبنا عليه نكتة كروكوديليزي يعني تمسح على الآخر، فينا نقول إنه يمكن هيدا الجيل الجديد رفض هيدا الشيء ورفض يقول إنه أنا بدي أرجع أعيش بنفس الظروف اللي عشتوا فيها أنتوا. نحن أهله اللي هن جيل الحرب، وكمان أهلنا اللي عاشوا قبلنا واللي شافوا لبنان بحلاوته، شافوا لبنان بجماله قبل ما يشهد الحرب، وما وضلوا ماشيين مع والدفلو مثل ما بيقولوا. هلا هالمره خلص قلنا ما بقى بدنا حدا يسكت عن شيء، ما بقى بدنا نسكت عن حقوقنا. بس انا بدي اقول بالنهايه انه ما في شك لبنان بلد كتير حلو، بس خلينا كلنا نفتح عيوننا، وكل شخص لازم يتحاسب خليه يتحاسب. وما عم نقول شيء، نحن ما عم نشجع الناس يتركوا البلد.
انما للاسف شديد في كثير ناس ما بقى قادرين يتركوا البلد، وفي ناس مش قادرين كمان بحكم الظروف هلا كمان والمطارات وكل هيدي الامور اللي عم بتصير. بس كمان بدي اقول انه واحد يتعلم الاشياء الحضاريه من اشخاص حكام فعلا بيستحقوا واحد انه كمان يوجه لهم كل التحيه وكل الاحترام، لانه هن فعلا بيكونوا مثال كثير جيد للحكم الجيد. واهم شيء دائما بنقول هو الحاكم الجيد هو اللي بيعرف يدير بلده بشكل كثير منيح، وبيعرف يقسم عاطفته على كل مواطنيه، وهذا شيء فعلا ببين بشكل كثير واضح بكندا، مثل كثير بلاد ايضا ثانيه مثل الامارات والمملكه العربيه السعوديه وغيرها. عقبال لبنان يا رب. على كل الاحوال انا بحبكم كثير وبرجع بعيدكم، وان شاء الله برجع بلتقيكم بفيديو جديد. مثل ما دائما بقول لكم فيكم تحضروا كل الفيديوز تبعولي على اليوتيوب شانل، فيكم تعملوا سبسكرايب على غيدا مرزوب وتحضروا كل الفيديوز، وانا بضلني بشوفكم وبضلني معكم اكيد، وبشوفكم بفيديو جديد.